تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق شاشة سوداء. تطبيق روبلوكس شاشة سوداء، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول الأسفل والبحث هنا عن تطبيق روبلوكس، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس فيظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم روبلوكس. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على